عايز ارجع تاني للزياره المعموله اللي عاملها الرياضيين وقناه النهار مشاركه فيها، ورئيس قناه النهار الاستاذ ايهاب جلال، وفكره طيبه ان يكون رايحين ورايحين مجموعه في الكابتن احمد حسن رايح، ومجموعه من 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 اتحاد الكره، مجموعه من الرياضيين، وعزمي مجاهد، ومجموعه كبيره جدا طالعين الحقيقه من الرياضيين. بس انا عايز اقول يا ريت قناه النهار الرياضه تتبنى، ومجموعه الرياضيين يا ريتهم يتبنوا بقى دلوقتي ان يبقى في معسكر للشباب، عشان يبقى احنا بعد كده واقفين ورا شبابنا اللي هو بيشارك في صنع هذا الموضوع. يعني ده اللي انا عايز اقوله، عايز اقول ان يعني ان المبادره ان يبقى في معسكر عمل للشباب، ويبقى هنا ساعتها بقى الرياضيين وقناه النهار يا جماعه في حاجه ولا ايه؟ يبقى ساعتها يبقى قناه النهار بقى تعمل ارسالها من هناك، تبقى شغاله ارسالها من سينا من هناك. طيب الموضوع ده ليه انا بقول الحكايه ديت؟ لان اما ان احنا واقفين ان هنروح دلوقتي كده المجموعه ونروح الناس اللي تشتغل ونمشي، لا احنا عايزين نشارك، ولابد ان شباب مصر يشارك، ودي فرصه عمر لازم نتيح لشباب مصر انه يشارك في بناء حاجه هتقعد للعمر كله. احنا بنعمل قناه تانية، الله اعلم لما نيجي نعمل قناه ثالثه بعد قد كام الف سنه بقى، ولا كام 100 سنه ولا ايه. فالنهارده عايزين نعمل ده، يعني ان يكون تركيز قناه النهار والرياضيين والكلام ده كله ان احنا يبقى ده الدعوه لده، والنهارده الدعوه لوزاره الشباب نعمل معسكر دائم للشباب هناك، وناخد مساحه 5 كيلو مترات الشباب اللي هيحفرهم، وكل الشباب بقى وكل الرياضيين وكل الناس نقف، لان الشباب احنا بنتكلم على تلتين مصر. احنا بنتكلم على تلتين مصر. وبنتكلم على ناس عم نتكلم، تعال نشوفكم بقى، الشباب بقى يوريني نفسه بقى هنا، وساعتها وانا متاكد ان الشباب هيعمل ايه. مش بقى يعني مش بقى انا مش بستنكر عليه، لا هنقدر نعمل ده. فيبقى حاجه المبادره تبقى ايجابيه. اتمنى بكره في الزياره اللي عاملاها النهار وعاملينها الرياضيين في لمنطقه القناه هناك، في مشروع العمل هناك، مشروع انشاء القناه الجديده، اتمنى ان احنا يبقى هذا الموضوع هو ده المحور بحث، ان احنا عايزين نطالب ويبقى في ضغط على وزاره الشباب، عايزين مطالب معسكر عمل للشباب. احنا كفايه فرجه، كفايه قاعده في المدرجات، احنا قاعدين كلنا بقالنا بقد ايه في المدرجات، عايزين ننزل ملعب في مره. عايزين الناس تنزل الملعب، عايزين الناس تنزل تشتغل، عايزين الشباب يشتغل. ارجو ان يكون الرساله وصلت في هذا الموضوع. النهارده فيما يخص الامتحانات احنا بنتكلم ان اي امتحانات بتتعمل، امتحان الثانويه العامه طبعا لما بتكلم، بيبقى في بنفتح باب بيتفتح باب للمعترضين او المتقدمين او المتظلمين عن النتيجه، حوالي اللي ظلموا من النتيجه ومن النتائج بتاعتهم حوالي 46,000 واحد، دفعوا حوالي 10 مليون و600 يعني حوالي 11 مليون جنيه الرسم بتاع الكلام ده كله. التظلم هناك انك انت التظلم حاجه واحده الاداره عملوها فوري، يعني انت ممكن يلاقوا تظلم ليك حق فيه بس يعني في الاجابه في كذا، انما التظلم الفوري اللي بيصلحوه لو هو مثلا السؤال الاولاني 5 والثاني واخد عليه 7 فالهم يجمعوا بدل ما يتقوم ب 12 اتعملوا 10، هنا يتعمل فوري غير كده يقول لك ارفع قضيه. طب وده معقول؟ ده جزء معايا على التليفون مدام رانيا من الجيزه عندها حكايه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، معلش انا هطول عليك شويه بس انا دلوقتي عندي مشكله كبيره جدا. انا بنتي ظلم يعني كبير جدا، انا طول عمرها اشكر ربنا من متفوقه. جت السنه دي انا متوقعه ان هي تجيب 90 93 90، فقدمت حتى في قدرات كليه فنون جميله وقدرات فنون قتاليه. المهم دفعت فلوس كتيره، دروس كتيره دفعنا كل حاجه، جيت اشوف النتيجه لقيتها جايبه ماده فيزياء وجايبه مجموع وحش جدا. فطبعا هي قالت لي ماما ده مش مستوايا جدا، فرحنا جبت وعملت تظلم في 4 مواد. الماده اللي سقطت فيها لقيت ليها 23 درجه. يعني 23 درجة ايه، محسوبين غلط ولا 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 لا يعني السؤال صح وعليه محسوبين عليه غلط. السؤال صح ومكتوب عليه غلط. ودرجة الفيزياء وهي المفروض تبقى ناجحة، هي ولقيت ان هي مطلعين النتيجة سقط، ان هي عندها دور تاني. الاستاذ اللي هو ماسك عندنا الكنترول اللي كان ماسك الحجه بتاعت الكنترول، قلت له بعد اذن حضرتك الدرجات وكذا، قال لي اكتبي حضرتك الريبورت بتاعك، وكتبت الريبورت بتاعي.
جابها بتعمل، قالوا لي لا انت مش هتاخدي اي حاجه، اعملي قضيه. قلت طب انتوا ليه بتعملوا يعني؟ عايزه اسال، دفعت 400 جنيه وشفت ان بنتي مظلومه وشفت ان هي مصحه غلط. في ايام بقى كان غلطان، كان من كتر الضغط عليه او كان ساعتها متنرفز فعمل غلط. ده مش غلطه بنتي، مش غلطتنا احنا، تعبنا كل المذاكره والتعب ده كله في الاخر يكون نصيبنا ودرجاتنا كده، ومش انا الواحد اللي بشتكي. انا كنت اول يوم من 7 بعمل التظلم كنت رقم 475 ولا 414 حاجه زي كده، يعني كان عدد مهول. طيب يعني هي المساله يا اما ان الجمع غلط او طرح يصلحوه، يا اما قضيه، يقول لك ارفع قضيه. حتى في سؤال، يعني في سؤال في البيولوجي اللي رسمة عليها 4 درجات وهي صح ومديها درجة ونص، وسؤال كذا وسؤال تاني عامل عليه صح ومش مديها درجة. طب هو اسأل سؤال كان بصحة بنايم، طب يبقى اسأل حضرتك الـ 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 السيد المعلم اللي كان مع حضرتك او اللي هو في لجنه الكنترول اللي وراك. انا مدرسه، هو منعوني ان انا اجيب معايا مدرسين، هو قالوا لي روح اشتري نموذج الاجابه من بره، واشتريت نموذج الاجابه وقالوا لي اعمل ايه مقارنه ما بينه وما بين ورقه الدرس. يعني ما بيبقاش حد معاكي في الاوضه خالص؟ ممنوع غير انا وبنت نموذج الاجابه وصوره من ورقتها. طب ليه ممنوع حد يقعد ليه؟ عشان ايه؟ مش عارف. وانا ممنوع تجيب مدرسين، وانا كان ممكن اصور، يعني انا كان ممكن اصور الورق بس عشان مكتوب ممنوع تصوير وممنوع الموبايل وما صورتش واحترمت القانون. طب هم ليه ما بيحترموش الولاد دول؟ الولاد اللي سهروا وتعبوا. انا مش الحقيقه مش عارف، انما احنا يعني كل هنعمله نشوف الوزاره ايه اللي بيعملوا ايه، انما الحقيقه انا مندهش. انا نفسي اتدخل مع وزير التعليم، مع الاستاذ اللي هو استاذ محمود سعيد اللي هو مسؤول عن الامتحانات، نشوف هل هو الولاد مصيرهم بقى يعني سنه كامله بيذاكروا 12 شهر يبقى ده مصيرهم؟ طيب يا حاجه ثانيه، القانون اللي هو طلعينه، معلش بعد اذن حضرتك، مطلعين القانون. انا قالت لي يا ماما انا ممكن اعمل تحسين، لا ممنوع التحسين، ممنوع الاعاده، حتى لو عادت تاخد 30 درجه من الماده. طب وليه؟ هل دول يعني ولاد؟ انا مش انا مش ما عنديش 12 ماده خدناهم في امتحان. طيب انا ما عنديش ردود على حضرتك، انما انا هنتصل بالسيد الرئيس الامتحانات الاستاذ محمود اللي سيادتك قلت لي على اسمه ده، وهنعرف حاجه، وبكره اذا اراد رب العالمين هجاوب على اللي حضرتك سالت عليه، ده اللي اقدر اعمله. يا ريت ويا ريت يشوفوا اولياء الامور والطلبه اللي كانوا بيتعبوا ويعملوا ده نتيجه تعبنا، احنا تعبنا مش في الاخر صدم، البنت تعبت جدا، انا كلنا صدمنا. صدقني في المدرسه يقولوا لا ده مش درجتها. طيب لو عايزين اجيب الشهادات من اولى ابتدائي لغايه اولى ثانيه ثانوي، يعني عايز اقول لحضرتك الشهادات اجيب، انا محتفظه بيها، عمرها ما جابت درجة وحشة الحمد لله. كانت من 10 الأوائل. هنشوف يا ست رانيا، حاضر، شكرا لحضرتك. طبعا الحكاية دي مش مشكلة فردية. يعني في 46,000 واحد كانوا بيشتكوا، إنما مش مشكلة فردية. الثانوية العامة ما نستطيعش أن نقول عليها أنها مشكلة فردية. إنما دي مشكلة نظام تعليم خاطئ. اللي هو نظام الحفظ والتلقين، نظام خاطئ. ومشكلة اللي عمل المرحله المنتهيه تعليم الجامعه مش الثانويه العامه، فاصبحت بقت معموله ديت النهارده هي المساله اللي بتتعمل عليها القياس الكبير ده كله، بقى الضغط كله عليها عشان الناس كلها عايزه تروح الجامعه، رغم ان المفروض شهاده الثانويه دي تبقى شهاده محترمه وكويسه. في القصد من الكلام ده عك من العك اللي عندنا، اذا كنا عايزين نصلح التعليم لازم تبقى الثانويه العامه تاني هي المرحله المنتهيه، لازم نغير هذا الكلام. وهضرب مثال لحضراتكم يؤيد كلام الست رانيا والدة الطالبة اللي بتتكلم على ديت. احنا عندنا في الثانوية العامة انا بعتقد 600,000 او اكتر، انا اعتقد السنة دي كان اكتر من 600,000. لو حضراتكم تشوفوا الثانوية العامة بتنتهي الامتحانات يوم ايه والنتيجة بتعلن يوم ايه، هتلاقوا المسافة بين الاثنين اقل من 20 يوم.
ما بين انتهاء الامتحانات وما بين اعلان النتيجه. طيب كم مدرس في كل ماده موجود؟ فتكتشف لو جبنا عدد المدرسين اللي موجودين اللي بيصححوا على عدد الطلبه، ما عدا لو انا عندي النهارده لغه عربيه مثلا، فانت عدد اللغه العربيه عندك 600,000 واحد كانوا في اللغه العربيه، في ورقه الاسئله فيها 7 اسئله ولا 5 اسئله، يبقى 5 في 600، يعني انت بتتكلم بمليون و300، بتأدي حاجه كبيره قوي. لما تقسم دول على عدد مدرسين العربي تلاقي الناس دي محتاجه 4 سنين عشان يعلموا الورق ده. امتى الورق ده بيتعلم؟ وما هي ضمانات الجوده اللي فيه؟ وايه ضمانات عدم الخطا اللي فيه؟ وبعدين ليه احنا بنستكبر قوي على الناس؟ يعني ليه وبنستكبر وبنستقوى بنستنكر على الناس انها تصرخ وتقول اه؟ يعني ليه؟ انتوا اصلا النظام اللي عاملينه غلط، وكتاب الله غلط. ولو جبت اعظم مدرس، اعظم بشر في العالم عشان يعلم ورق اجابه في هذه الفتره هيغلط، لان العدد قليل جدا في المده الزمنيه ديت. ونحسبها مع بعض، يعني نحسبها مع بعض بالدقيقه، فتكتشف انك انت ورقه الاجابه مطلوب انها تتعمل تخلص في اقل من دقيقه. طب وده ما كلام بالذمه؟ ده كلام؟ فيعني في ظلم، في ظلم. ومع ذلك يا اخوانا زملائي، هنشوف بكره ايه المساله دي، ايه الحكايه بتاعتها وايه الموضوع بتاعها. الاستاذ شريف علي بيقول لي: السلام عليكم، هل سمعت عن مشروع، عليكم السلام يا سيدي، هل سمعت عن مشروع منخفض القطارة؟ أنا كنت قريت عنه لكن المعلومات اللي عندي ليست كثيرة، أتمنى أن تحدثنا عنه أو تأتي لنا بشخص يعرف عنه الكثير، لأنه مشروع يأتي لنا بطاقة كهربائية نظيفة ونحن الآن في أشد الحاجة لهذه الطاقة، وشكرا. شوف يا سيد الفاضل عم شريف، مشروع منخفض القطارة ده موجود في الصحراء الغربية عند منطقة العالمين، وهذا المنخفض 26,000 كيلو متر مربع، والعمق بتاعه هي فجوه طبيعيه، مع مش عارفين لغايه دلوقتي معموله منين، تضاريس طبيعيه، العمق من 60 ل 80 متر الغوط بتاعها. واول من فكر في انهم يعملوا طاقه كهربائيه في هذا الكلام كان عالم الماني سنه 1912، وبعد كده وحاجة حد انجليزي اتكلم، وبعدين الرئيس عبد الناصر تكلم في هذا الموضوع، والرئيس السادات تكلم في هذا الموضوع، والرئيس حسني مبارك تكلم في هذا الموضوع، وما فيش. وانا يمكن هذا الموضوع كنت عملت عنه في تحيات صحفيه في خارج دائره الضوء في الاهرام، وتكلمت عنه في حلقات، وكان في دكتور مصري دكتور محمد حسن ده موجود في لندن، هو بتاع طاقه مائيه، هو بيولدوا كهرباء في انجلترا من المنحدرات العاليه جدا اللي بيبقى عليها من فوق تل وبتسيح فبتنزل ميه، فبيستغلوا الميه دي بيولدوا كهرباء، يعني اي حاجه بيطلعوا منها كهرباء هناك. المهم هو كان عامل المشروع وكلام ده، المشروع ده كله، انما هو كان المشروع بتاع منخفض القطاره الناس بتفكر ان دي ميه من البحر المالح، بس لما اتقال هذا الكلام قالوا ان الميه اللي هتيجي من البحر المالح هتبوظ المياه الجوفيه اللي في الصحراء الغربيه. فدي التفكير الدكتور محمد حسن قال لي دي ميه من عند رشيد، الميه بتاعت اللي نازله من فرع رشيد في البحر، ناخد نصها ونسيب نصها لان لازم ميه تنزل البحر عشان النحر وعشان حاجات كتيره. وقال ان من عند رشيد مستوى سطح رشيد على مستوى سطح البحر، وكل ما بنيجي بنتحرك اتجاه الغرب، اتجاه من الشمال بقى للغرب، اتجاه العالمين كده، الارض بتنخفض. لما نوصل عند النبريه هتبقى اظن بتنخفض 4 متر، ولما لغايه ما نوصل عند يعني. فاذا هو كان مقبول نعمل المشروع ده في مواسير، وهي الارض هي منخفضه طبيعي، فمش هحتاج ان انا ارفع ميه بموتورات والكلام ده كله. الراي العلمي بيقول ان طبيعه الارض انك الميه لو نزلت هناك هتتفاعل، ان في املاح معينه وحاجات، احنا عارفين ان كل المشروعات بيبقى فيه راي وراي راي علمي اخر مخالف، ومش يعني فبيبقى في النقطه دي عايزه تدرس. هل لو جبنا ميه حلوه، الميه الحلوه دي عدناها حلوه، ولا هتبوظ طبيعه الطبيعه طبيعه الترسبات اللي موجوده في منخفض القطاره. في كل الاحوال لو احنا حبينا نجيب ميه ونعمل لو ما فيش مشكله هتحصل في المياه، لو دراسات معموله وما فيش مشكله هيبقى اعظم مشروع. ليه؟ لان انا هيبقى عندي اكبر بحيره في العالم موجود فيها ميه حلوه، بطلع هتتملي خلال 8 سنين او حاجه زي كده، بطلع كهرباء انا على طول منها، بستخدم الميه ديت، والميه اللي جايه من بستخدم الميه ديت في الري وفي الحاجات في الصحراء الغربيه، وبطلع كهرباء، وما دام بقى في ميه وكهرباء بقى في حياه. انما احنا عمالين نتكلم على الطاقه النظيفه، الطاقه النظيفه، هو في انظف من الطاقه بتاعت الشمس؟ يعني الغريب في الامر
ان الطاقه الشمسيه، والدكتور هاني النقراشي اللي هو احد اهم علماء مصر، علماء العالم في الطاقه الشمسيه، وهو مصري الماني يعيش في المانيا. دكتور النقراشي قعد مع الساده المسؤولين، واعتقد انه قابل الرئيس او قابل حد مسؤول كبير، وشرح له لانه بيتكلم عن الطاقه الحراريه، وهو بيقول ان احنا عندنا نقدر نطلع من الطاقه الحراريه كهرباء تقضي مصر واوروبا وافريقيا. وقال إن, ان 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 التكلفه بتاعتها هتبقى عاليه في البدايه، بس احنا مش هنطلع مليم واحد بره، لان احنا هنصنع، هيعملها بالمرايات العكسه، المرايه وبعدين المرايه بتعكس الشمس على الميه فبتسخنها. وقال ان المرايات دي هتصنع في مصر، المواسير في مصر، المولدات اللي هتطلع كهرباء دي هنصنعها في المصانع الحربيه، كل حاجه هنعملها عندنا. فانا مش قادر، اذا كنا عايزين نعمل نشتغل، ما هو وعندنا الراجل وعنده مشروع لازم مدروس، لان كانت المانيا عايزه تاخد من عندنا لاوروبا كلها طاقه نظيفه من دي، ما يلا. انما احنا برضو رايحين ندور على ان احنا نعمل مفاعل ذري، يعني يا ريت نفكر مره تانية في حكايه المفاعل الذري، لانه مشاكله مشاكل، لان يكفي انك انت النفايات بتاعته ما بتعرفش توديها في اي حته بعد كده، هتقعد تلف بيها حوالين نفسك طول عمرك. في ايه يا جماعه؟ انا مش عارف. الاستاذ عمرو امير بيقول لي بنخترع مشكله ونعيش فيها ونعمقها، قصه سوهاج واطلاق اسم شهيد بطرس على مدرسه في سوهاج، طب يعني يشيلوا اسم شيخ له قيمه ويستبدلوا باسم الشهيد بطرس، طيب ما يشوفوا مدرسه جديده. عمرو بيكلمني في موضوع انا ما اعرفوش، والله يا عمرو استاذ عمرو انا ما اعرفش الموضوع ايه، مش عايز اناقش موضوع ما اعرفوش. انما في كل الاحوال خلي بالك ان احنا احسن ناس نلقط اي حاجه تعمل مشكله. انا موضوع ما اعرفوش وممكن يكون موضوع مش كده خالص، فانا اسف جدا مش هقدر اناقش موضوع ما عنديش معلومات عنه. اشوف المعلومات ايه ونشوف المعلومات الموثقه طبعا، انما المعلومات اللي عشان تعمل خناقات والبتاع ديت ما اعتقدش ان احنا انا معاه، لان في ناس دلوقتي شغلتها ان بيجيب اي موضوع صغير ملوش اي لازمه ويبتدي عشان نعمل خناقه. وكفانا الله كفايه جدل وكفايه خناقات وكفايه مشاكل واي حاجه فيها شبهه ان احنا نختلف، يا ريت نسيبها، يا ريت نقول حقك عليا يا عم وخلاص، بس انما مش مستحمله دلوقتي نجادل اسم الشهيد يوسف ولا الشهيد، مش مستحمله حقيقي. انا ما اعرفش ايه الموضوع وايه الحكايه، وبعدين انا ما اعرفش هل فعلا الحكايه دي قصه حقيقيه؟ طيب اللي عمل القصه دي هل عملها بسلامه نيه ولا هو قصد حاجه؟ الله اعلم بقى، انا ما اعرفش، انا ما دخلتش في النوايا، بس انا بحكي احنا في وقت دلوقتي بيخلي الواحد يعني، عشان كده يا ريت يا ريت يا ريت يعني زي اول امبارح شويه العيال اللي طالعين لابسين لي بنطلونات ترينج هلانكا وبتاع سود وعاملين لي طرح على وشهم ويقول لك احنا كتايب حلوان، كتايب حلوان ايه؟ يعني ايه كتايب حلوان؟ ويعني انا ايه، انا ابص الاقي كل القنوات جايباهم وبيتكلموا جايب الحديث بتاع ده ليه؟ انتوا مش يعني هل احنا ناسيين الرساله الاعلاميه ايه؟ هل المفروض النهارده ان انا اعمل يا يعني جماعه ده احنا في وضع في بلد فيها حرب، بلد فيها ارهاب وفيها حرب، هل لما يجي مخلولين زي دولة النهارده بيهددوا دوله يقول لك احنا هنقتل الجيش بقى اللي بقاله 60 سنه بيشتموا في الجيش وقت. انا انشر اقول الكلام ده على لسانهم؟ انا ادي فرصه ان يقولوا الضلال ده ليه؟ في حاجات كتيره بنعملها غلط الحقيقه. اطلع فاصل، اطلع.